آه، طال عمرك بيت أبوي يوم الأحد. السيارات راحت، الله يعوضنا خير. السوم سيارتك راحت يا حبيبي، مكتبة أبوي الحين اللي راحت هي على المكتبة، الأغراض هتولي بالحوش راح مستوى البيت. تقول بسم الله، راح أرويكم البيت من داخل. هاي بيتك يا أمي، هذا راح البيت يا حبيبة يا حبيبي. نشوف المطبخ، الله يعوض علينا وعليك. هذا المطبخ، راح المطبخ اللي فيه. هاي المطبخ القدام اللي دعاه الفريزر زنبر. نشوف غرفة،